يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أولي الألباب، كلنا بالألباب وبالجيوب. دخيلكم رح خبركم، ما بقى فيني هيك حدا، ما حدا لحدا، ويلي مع الواحد لأحد ما بده أحد. خلص وفينا انطوى العالم الأكبر والسر الأكبر. هلا وين عم بيحكوا العلماء؟ مين عم بيفوت على الكواكب التانية؟ كل المجرات يلي تحت السبع سنين أشطر شي فينا. هني عندن البراءة، عندن الطفولة، إن لم تعودوا كالأطفال، قال عيسى بن مريم. ما فيني خبركن، ما بقدر خبر إلا محمد كيلاني، واحد هون اسمه مروان عبود. السر اللي عم بشوفه فوق العلم تحت العلم ما عم بفهمش. مشان هيك بدي جار. جماعة صعبة، بدي جار وبدي ضل بأمي بالعرب. عندي عشق لأمي العرب، ما بعرف ليش. نحن عرب بس مش جرب، مش حرب ومش حزب. بدي خبركم اشياء ما بقدر اقولها لحدا ابدا. دخيلكم كلمات يعني ما بعرف، ما بعرف، ما حدا لحدا بتعرفوها، بس في كلمات هي صعبة. شطر المسجد الحرام، شوفوا شيخ انا اللي خبرني عنها رجل دين مسيحي، قال لي هيدا سر كبير يا مريم بإسلام الفطرة، بإسلام الله. شطر المسجد الحرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حبيبي عم بسمع كلمات، عم بسمع أشياء، عم بشوف فوق العلم وتحت العلم، وما بعرف. أنا ما عندي علم وفهم، وهيك عندي هيك مثل الأطفال، حدس بحب أكتب وبحط ستيكرز. وهلأ في كتاب 3 سنين ووحدة عمرها 12 يوم، يوم بهالمقام حطت هالكتاب اسمه مورال امورال امورال، what is right and what is wrong، في أخلاق، في فسق، في فساد، في فجور، في. بس مين أحلى من الثاني؟ كلهم حلوين. نتعلم الألم من قليل الألم. كلهم حطيت لهم ستيكرز، وكلهم رح أبعث لكم إياه الكتاب. بديت أحط ستيكرز كله وبعتيه الكتاب، رح أبعث لكم إياه. وبعدين ما بقى رح بلش أكون مع حدا أبدا، ما في سؤالات سخيفة وما فيني جاوي. بس بدي جار، بدي جماعة. سورة لبنان، سوريا، الأردن، إذا اشتدت علينا المحل علينا بالشام وباليمن. في أسرار بسوريا، في أسرار بالسعودية، في أسرار بكل بلد عربي. بس نحنا ما بنقرأ وما بنفهم وما بنعرف نوصل الرسالة. لكن العطش بيخلني على النبع، الجوع على لقمة عيش، النعس بنام. هودي الخمس حدود، الخمس فصول، الخمس مقامات، هن مش الصلوات الخمس، كل نفس صلاة. لأن عم نتنفس ونرجع على البيت عم نتنفس موت الموت. فإذا شو أخدي معي أنا حياتي على القبر، على القصر؟ وين الأعمال؟ إنما الأعمال بالنيات. ندري كيف أوقات بضيع الكتب بعطيهم ندري لمين. وهلأ كتاب النوايا رح أبعث لكم إياه كلكم بخط إيدي والطبع. فإذا بدنا نعيش هلأ بكواكب، بمجرات تانية، مش بس ببينس، بعطارد، انتبهوا ليش خزقنا ثيابنا،
ليش عم نحط أساور نحن بنعمله؟ ليش عم نبيع؟ هيدي مبايعة بس مش بالمال، في اللحمة في سلطان مخفف. رح أكون في علي ونعم رئيس البلدية هونيك اللي بدك ياه موجود، وبالرملية اللي بدكن ياه. أنا عندي عشق مميز كمال جنبلاط، أنطون سعادة، خنشارة، المختارة، وعمر يا حبيب قلبي. وقت اللي رحنا قال لي عمر تيتا لحوه هون، هلا بالمسيحية بيسموا عمر أكثر من المسلمين. وقعقع يا حبيب قلبي على أسامة هون بشركة بيفتحوا 24 ساعة، بيطبعوا لي الكتب وهيك، من بي وأمه جيبة، هو بينظف البيت وهو بيطبخ وما بيعوز حدا أبدا. قلت له عم بتعلم منه بس ما بقدر، يعني 85 سنة جسديا عمري، بحب يكون معي حدا بالبيت هيك، أو أخوة اثنين، خيات اثنين ثلاثة، أو يكون بمطرح كمان أفضل ما نكون ببيت. أنا كوفو، أنت كوفو، هيك وهيك، بالكويت، بالسعودية، بسوريا، بكل أمة العرب. هلا في بأمريكا بيبعتوا لي أشياء كثير حلوة، بس مريم كم باك تو أمريكا؟ لا، أنا جسديا هون وبي وأمي هون ولي أصدقاء، وبضلني بجي بضل بهالبيت، بس بدي حدا هلا يعرف كيف يصور، كيف يكون معي شي 5 ساعات 10 ساعات بالشهر، كون صادق وتجي الصدقة. Do what you love money will follow. لأن لازم نعرف مين أنا، بأكل تعيش أو بعيش تأكل، وين العيش؟ كلهم بدهم يتصوروا معي، يكون حاملة غراب، حاملة زبالة، حاملة نفايات، حاملة بدهم يتصور معي، فيني أسألك سؤال، بقول له سؤال جواب وجواب بالآخر. شو بدك آكل؟ شو؟ أنا بأمريكا عايشة وعندي هيك وعندي كذا وسرطان بابني، بعتيلي MS، بعتيلي مدري شو جيم هامبرغ. حطوا دكتورز لوك ات مايكروبايوتكس، أطباء كثير عم تترو وأخذوا أرض كبيرة، ما بيبعتوا لك الخضرة، بيقول لك تعال هون، كم أند ليف وذ أس، هون العيش مع أهل العيش. ما بناكل إذا ما كنا جوعانين، وما بناكل إذا ما كنا 3 أو 4 أو 5 أو 6. مضغ 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 كل شيء، بتمضغ الأكل، بتمضغ الأفكار، بتمضغ النوايا. 32 مع 32 64، شو هالأسرار؟ سر الأسرار بالإنسان ورفع الميزان بالإنسان. إذا ما ببعت إيميل، إذا أنتم ما بعتوا، ما بدي افرض حالي عليكم، قول لك خذ قريها اكتبها، لا، بالجماعه بنفتح الجارور وناخذ مصاري ونجيب اغراض من الدبي كلنا. حدا بيسال الثاني وين رحت شو عملت؟ مين اخوتك يا محمد؟ مش القاب، قالوا اللي حبوني وما شافوني، القاب على الجمر. يا حبيبي يا حبيبي يا علي، ما بقى يقولوا علي هيك، صار يقولوا عين. أيها الحق، لم تترك لي صديق بلا باب، ما في مدينة، بس كلنا اون داين هلا، اون داين اون داين اون داين. احنا بدنا التدين الإلهي، the religiousness، التدين الضمير. wake up، الصحة والصحوة والعفو والعافية. الله رزقني، كنت بدي فيلم حد مروان عبود، يعني منصور راح أنا واحدة صرت، لا، مروان بدومة، رح تكون دومة دوام لكل مقام 24 ساعة. إذا ما راح المرض مش المريض وهيك وهيك، المرض هو الجهل، الإنسان عدو ما يجهل.
اجت كل هالامراض واجت هالحروب والسياسي والنجاسي والبنيسي، كلنا ضحيه الجهل وضحيه الضحيه. عندنا الرمليه، عندنا كثير بلبنان، قلب الله لبنان، وبكل بلاد الشام واليمن. هلأ كلكم كتاب واحد لمريم. يا حبيب قلبي مورو الإمورو، ما بقى أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. هلأ ما بقى في إلا مكارم النفاق، نتعلم من النفاق. المسيح قالنا أنا معكم مش منكم. مع مين أنا؟ ما فيك تعرف مع مين. أنا ما بعرف. عرف لمن عرف أنه لا يعرف شيئا، وغابت عنا أشياء وأشلاء. في كم كتاب هلأ جديد محطوطين على موقع بيت الله، وإن شاء الله يكون معي حدا 3-4-5 هون بلبنان، ونعمل بيت الله، بيت الإنسان، ونحط بيت السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أو بيت النور. كلنا نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، ساوي لا تجاه. نعم، بسمع كثير كلمات أنتم ساعدوني. شو معناتها؟ بسمع مريم بنت عمران، صورة مريم. يا حبيب قلبي ما حدا كرم عيسى ابن مريم، وما حدا كرم المسيح، وما حدا كرم مثل القرآن. لولا تكتبوا القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم القرآن. يا حبيبي يا علي، ما في فرق بين أيوب وعيسى وسمعان ومريم وتريز وبيتا. أن ترى الألوهية في كل شيء، قد ما فينا تعدوا عن الأكل الحيوان. إذا أزيد عن كبودة أزيد محمد خيمت علاء. إذا ما في أكل أبدا تشتت الدنيا. أنا روكتب بطاي لا بفروز. نعم الله موجود بكل شيء، بس لا طعام على طعام. أي فاكهة زمن، أي متى الزمن. ها don't drink your milk. هلأ عند كيلاني في جبنة وفي حليب وفي، ما بتصدق إنه هايدي من اللوز وهايدي نانانا وهايدي من هاي ومن هاي وهايدي. لازم نقرأ تنفهم كيف نستعمل الأشرة وكيف هاي. فيك تأكل كل شيء. نعم قريبا رح برجيكم زعرور، حن بلاس، ودي بطن، عناب، غير الزيتون والغار وهيك وهيك. كل شيء هيدي فاكهة. إذن اليوم المطاعم ما فيني فوت ولا مطعم وما بتطلع إلا عيوني بالأرض وغطي هيك. ليك شو هالألوان الحلوة. هيدي أوصل أدح. ما فيني فوت كله. أنا بحب الخبز بس مش يلي هلأ عم بحطوا فيها الأمراض. محفظات الأطفال، خليني موتوا كل الأطفال بناء خاص بومة العرب. أعطوا أدوية وإلا بتوقعوا أمريكا إذا ما بتعطوا أدوية. أو أخوة وصاروا اليوم أولاد عم وبكرة أقرباء. نعم ما بقى في هودي عقارب الأقارب اللي هين. بس مهما كان الإنسان جاهل يأخذ ضحية، بده يوصل وقت إيداب السماء وجراع الأرض وأمكم الأرض وعمتكم النخلة. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، السر فوق العلم. 99 اسمه صفة وفعل. بدي احكي حكي هلا هيك، انت ونايم بتسمعني وبالسياره وبالطياره وبالعصفور. وازو وازو عصفور. مرأة 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 مرر
اللغة العربية غنية، في شي 2000 كلمة كل هاللغات موجودين باللغة العربية. عملوا اسبيرانتو ما مشي الحال، بس باللغة العربية هلا كلهم عم يكتبوا قرآن أو بالحرف العربي أو بالحرف الأجنبي هلا، بس ال هيك بدهم يحكوا عربي، بتشيل الأمراض الزعيم من الخاص. شو ما بدكم سموها الأمراض، ما لها اسم يعني. كان في سلعة أيام من 100 سنة وراح بيع شكر، يا من وين؟ هلا جاي من دوما على شكر تقول لنا بده يصير في أمراض غير السل؟ بس تشوفوا تصدق بلشت بعد السل اجى السرطان وخلص سين 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 دميدا كلهم سرطان وهيك. هلا كلنا بدنا نحكي عن الصوم والصيام، الصفاء الذكر والصفاء على منابر من نور في لحظة القيامة، كل لحظة فيها فيها يقظة. كل المدارس هلا في كتار عم بيسكروا المطبات والمكبات، خلص الحقيقة ما بتموت إلا جوانح بتطير عند أصحابها، الحقيقة بسيطة كتير، تشتغل تطلع قرشين يعني 4 ساعات 5 ساعات، 19-20 ساعة لجسدك لفكرك لروحك لجفر جسد فكر. هيدا اللي بدنا ناخده معنا البيت مش على القبر، هيدا منزل بس أنا بدي على البيت تتعرف على أهلك وعلى أخوتك وعلى العيلة مش على العلة. مين ما شفت هيدا أنا هيدا أنا هيدا نحن هيدا نحن، أنا عم بعزل بهالبيت تعزيل تعزيل تعزيل. كنت بدي نام على الحصيرة مثل ما عملت بأمريكا، بس هلأ العلم عم بيقول شو الفرق إنك تنام على تخت تكون من خشب وهيك وهيك وقش، وهلأ هيك عم جرب أقرأ وأفهم وأسأل ما عنده شيخ شيخ الشيطان، لأنه قادر اللي جسدت عليك حق هي أمانة عطاني إياها. بنطر بنطر نهار الأحد حتى أكون معنا معنا كلنا قريبا. هيك رح اجي على الاردن باعتمادك يا رب هيك كم يوم، بحبكم اذا مش بلبنان، لا نبي في وطني بتعرفه مطرب الحي لا يطرب، بس سوريا الاردن سلطنة عمان يلي فوق عيدين ليبيا يا حبيب قلبي بالمليارات لنعمل المدينة الفاضلة، هيدا حلم معمر القذافي خذوا الثورة، الثورة كان على صدره موت الرحيم، وين الموت الرحيم؟ رحمتك وسعت كل شيء، هيدا شيء 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 وأنا شيء وأنت شيء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم هلا تكتب القرآن يا عثمان يا حبيبي ستنا هاجر يا حبيبتي طلبت لابنها يوم زمزم واحلى تمر هلا عم يطلع مش بالسعوديه صار بكاليفورنيا بامريكا، بس يلي بيعرف بعد قائد السعوديه مثل ما قال الحبيب مكه مدينه بلا طاقه، ليش الطياره ما فيها تمر؟ هيدي مكه محرمة محرمة خلاص محرمة على أخطائنا وعلى شيء، ما فيها تطير الطيارات بتوقع، لأنه هي مركز هالكرة الأرضية ومركز هالكرة الأرضية It's the center of all polarities كلهم. هيدا الحج مش نروح جسديا، لا بدنا نروح جسديا وفكريا وروحيا وعقليا كلنا لتكن مشيئتك. أنا شفت أسرار كتير بمكة، تعرف أنا معهم وبعدني معهم بقلبي كلهم بالسعودية، الملك خالد خالد الملك. نعم
فيصل الملك محمد يا حبيبة قلبي. تحكي تركي وأنا بفهم تركي، فيني إلكم كلهم عندهم الفهم والعلم والاستسلام. السلام عليكم. ما في بيت، قلت له كيف أنت يهودي وعندك قرآن في بيتك اليوم؟ اللي نحن إبراهيميين، أبراهام الله، حنفيين. الإسلام هو الفطرة، بس بحب يكون حدا بيعرف الـMP4 وهي ما يشوفوني مع كل هودي، واحدة وانت وحدك وانت وحدك وانت وحدك. إن شاء الله أيوب بده 10 أيام بيكون هون. ارد القرود أيوب، ارد ارد 5 مونكيز، اروح البيت. في كتب حلوة كتير كلها ببيت مروان عقود بدوما وببيته حدي هون. إذا بيترك لبنان فل، بس بلبنان وبأمة العرب كلهم بيعرفوا إنه مروان عبود. نعم. في بالأردن تمام بي اسمه مروان، وفي مطرح تاني مروان عبود، جابت له هدية رقص 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 رقص، كتاب اسمه ربك فكبر ربك فكبر، مودته تدوم مودته تدوم. عنده إشارات، عشان هيك برتاح اني يكون بدوما. واهلا وسهلا فيكم كلكم. 6 7 ايام شوفوا شو بصير فيكم، نقعد 4 5 ساعات مع بعضنا. صمت العارفين، شمس المعرفة. ما كان في ايامي انا تطعيم وطعمون، هلا بيعملوا فاكسينيشن للبسينة للكلاب، عندهم اطباء عندهم مستشفيات. من صرنا من يومين كنت باجتماع أطباء كلهم، أطباء أطفال كلهم عندهم أولاد معاقين، تركوا الطب بس شافوا فحصولي. مريم أنت بهالعمر وهيك؟ قلت لهم إيه، ما بعرف الدواء من 27 عام مو جابولي كتاب لكمال جملة أدب الحياة. من يومين قلت له لواحد أنت من أهل كمال جملة بهدلني مسح الأرض فيه وسبني وبده يشحطني ومدري شو هيك وهيك وهيك. خلص ما بتسوى هيدي، هيدي ما بتسوى من برا هيك. قبل حطوا مريم نور، ما فيني حط شيء قبل مريم، مريم نور دوت كوم. مش بتحطوا كلمات وبعدين مريم مريم نور دوت كوم، لا، هيدا سحر وشعوذة وحسد، هيدا خدمة للشيطان. إيه لازم نحن نخدم أمريكا، فهمتي؟ أنت رح توقعي أمريكا. إذا مريم بدها توقع أمريكا. هلأ ما بدنا العرب أبداً. نحن بدنا نحترم ونحب كل إنسان بتشوفه، هيدا أنا هيدا نحن هيدا خيي. إذا الأم عم بترضي جابوا لها طفل ماتت أمه، هيدا الطفل صار أخوة برضاعة، تباعدوا بالنكاح عند الأرمن عند أهل العلم والفهم ورضع الحولين. ما في مدارس اللي عم تتسكر والمطبات والمكبات، شفتوا حطوا هوم سكولينج. لازم تعطوا دواء، حطوا أدوية بالمستشفيات كلها، حطوا كربون بوكس، شوفوا كيف بتصحوا طاقة المربع تربع هون. نهار عم تكون صعب ربع عم بتحط الإسلام، هلا أنت بتنشر الإسلام أنه هيدا الفكرة. إذن كل الكتب يلي عم بتشوفوها هلا نحو هيدا كتاب النوايا، حطيت كتير في ستيكرز، حطيت جوا ستيكرز رح أبعثكم إياه، هيدا مطبوع طبعا، ورح ابعثكم يلي بخط ايدي. في فرق نعم، لان انا ما عندي صرف ونحو، عندي حذف ونحو. كل الكتب رح تكون بقى مثل ما بحكي هيك فاي من حيب وحب وغيب وغيب من القلب. عشان هيك بقعد هون بنتظر الاحد تيجي، بيروح على الكنيسه بيروح على الجامعه بيروح، قال لي انا نهار الاحد
بروح على الكازينو بصلي هوني. قلت له عافيك صادق، الشرقوطة الصادقة أحلى من رجال الدين والكذابين، ضحية الجهل. عرفت على أهم العلماء وأهم الحكماء وأنفق المنافقين كلهم، وتعلمت وتتعلم منهم. كلنا وفينا انطوى العالم الأكبر. صر مية وحدة بتأديكم أو اثنين إذا بدكم، هيك بدري بدلتين ماني كير بدي كير، وهي كلها ما إلها لزوم. قصوا ضفيركم بالجنينة بالشعر إذا بدكم، جدلوه تجديد جدل. ثلاثة وحدة اثنين ثلاثة، آب وابن وحول القدس. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله. أن ترى الألوهية في كل شيء، الله منه جسد منه إنسان، تجسد وصار إنسانا ورفع الميزان بالإنسان. عشان هيك هلا كل الحزب والأحزاب هيدي يحطوا حب. تيتا شفتيها شجرة الزيتون؟ هي شجرة الزيتون بالبزرة يا تيتا، وزرعنا البزرة وطلعت الشجرة، ومنقعد تحتها وبيجوا الجيران وكل واحد بيجيب معه أكلاته ومناكل. نحن عملنا الميزان. ميت مش على الموت، مد ايدك. فإذا اليوم وكل يوم في مقام، مين ما شفت هيدا أنا أو أخوتي البسيمة العنكبوتي هيدي، صحيح بقعد أنا معكم أنتوا عم تحكوا من خلالي وأنا عم بسمع من خلالكم. اسمعوا دقيقة اثنين ثلاثة وسكر، بعدين دقيقة اثنين ثلاثة وسكر. بدي نعمل مثل ما عملت بدبي كل يوم 7 دقايق. 7-7 we are in heaven. عربي انجليزي بدكم احكي ارمني فرنساوي تركي. كلمة سلام بكل اللغات موجودة، شالوم وسلام سماء. نبرد مما دق مما زمر مما مرض. في كتير زمامير هلا بساسين، ما بقى ساسين، شحابين وشرائيل. نبرد سؤالات سخيفة كتير بيسألوني، قل لهم بعتولي بريد الكتروني send me an email. بس ما بعرف جاوب على الموبايل، موبايل القديم انكسر وراح ترى ما كان، بس بعرف على تليفون البيت يلي هيك هيدا بتلف. بس إذا بعرف الرقم، إذا ما بعرف الرقم هلا بدي حط هون إنه حطوا هيك 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 هيك، بعدولي ما لقيت حدا. هيدا ما بيعرف وهيدا بيحكي مدري شو، هيدا بيقول إيه ما في اثنين بيقولوا الحقيقة مثل بعضهم. هيدا بيقول لي لا منه هون، هيدا بيقول لي امبارح رح هو هون. بأمريكا بكل شارع في $1، هلا رح يبلشوا يبيعوا رجال ونسوان وولاد وصرماية وحرماية. مهضومين، شوفوا النكتة، شوفوا الذكاء، شوفوا. بس أنا ما فيني أطلع من البيت قد ما في ريحة كلاب ووسخ كلاب. هالعطر دخيلكم لا تحطوا عطر أبدا، حاطين أمراض كثيرة بالعطر والدخان. ماشي حطوا جسمه هي ما بتتحمم إلى سنين. ماهر بابا يا حبيبي على ماهر بابا، يقول عمره في 6000 سنة جسديا، ما مات وما تغيروا تيابه مثل ما هو. في أسرار كتير رح يجي فينا، قروا كتاب سر الأسرار. الأسرار رح يجي كلها من نور ونار. النار ما بتنطفي بالنار يا أخوتي، مشان هيك ما بدنا بالنار، بدنا مي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلص كل واحد منا يعرف انه ما بعرف. لو تعلمت ولو رحت على المدرسة واخدت شهادات خلص حطوا موسيقى، هاي موسيقى،
أنا أحب بس أوشو، جورج أوشاوا، ميتشو كوشي، شين شين شين. أحب يلي يعيشوا التوحيد، يلي بيعيشوا اختبار سبق التعبير. اختبر اختبر اختبر. هلا عم يعملوا موبايلات، صار في سرطان بالصبيع، صار في سرطان بالمناخير، بالدينه، في ربطوا له اجره وبعدين فكوها، بس تعود انه يكون مربوط. شنك بجروه، تعرفوا حب البسطيل والحبس، قالوا رجع الحبس، شو رجعتوا نحن حررناكم؟ قالوا خيي تعودنا هون، وربطوا لنا جنازير باجرينا لانه تعودنا على صوت الموسيقى تبع الجنزير، وهونيك طلعنا لبرا وشفنا اهالينا نحن غيرهم، هن ما بيقربونا. خلص هو اخوتك اللي انتوا اياهم بترعوا، انا بقعد معهم على اساسين بيأرجلوا بيدخنوا، بقول لهم ما فيني دخان، بيطفوا كل شيء هيك، بس دخيلك عدي معنا، لانه الدخان انا بي كان يزرع تنبك بمصر ملوكية، يعني الملوخية كانوا يسلوا. إذا أمنا الأرض وعمتنا النخلة وغذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم. مريم الوحيدة في أمة العرب، لا قلم ولا ورقة، والكتب كلها صدقة مش للبيع أبدا. حطوا موسيقى هيك ناعمة وحلوة، كل الموسيقى كلهم محطوطين ببيت، نعم، مروان عبود بيدوما وببيته هون حد. كل الكتب كل الموسيقى هو بخدمتكم، لأنه عنده إشارات، وجود ساجد لإله، منه بحاجة أبدا ماديا معنويا. مسيح حي. وهشام يا حبيب قلبي، وخيو زياد يا حبيبي شبيب، يعني محافظ، يا بعطار من فتح باب بدوما، وين ما كنت صدقة منجي منين بالشارع، ما تخافوا مثل الأطفال. خلال أسبوع يروح الجهل، الإنسان ما اللي ما عنده جهل خلص اعدل وتوكل على الله. بتسمي الله، بتسمي ألوهية، بتسمي المسيح، بتسمي المسيح، منه مسيحي، ممسوح بنور الله، بالضمير، بالصحوة، بالوعي. هيدا فوق العلم، هيدا ما فيك تحكي عن الأطفال بالعلم، إني اللي بيفهموا جايبينا معهم. نين تاون في بطن أمه صورناكم بالأرحام، قال له أنا من هون ما رح أطلع. قال له ليش؟ قال له يا خي شو بدي شوف برا؟ قال له لا أنا بدي أطلع بشوف برا وبشوف جوا. طلع رجع فيه، قال له الجوا الوجه اللي شفناه بالرحام غير الوجه اللي برا. فإذن اليوم كلنا منشوف خيال الحقيقة، ما بدي الخيال، ما بدي اتخانق مع الخيال بشادو. ارغو صابون تحمل سيجار بألف دولار، اشترى قرآن بسبعة مليون دولار، كله حاطط له الماز وهيك، بس تيفتخي الصورة البشعة بدها برواز. لكن الحقيقة لا بتخلق ولا بتموت، هيدا السر، سر الأسرار. حاجة قريبا 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 بتكون موجودة جسديا بالأردن، بتشوفوا شو بنعمل كلنا سوا، إيدنا بالهوى، فوق الهوى وتحت الهوى. خلص نزرع السلام. عيب يا أخوتي يكون في حرب، ليه عم نقتل بعضنا من قلوب السنين؟ اختلاف أمتي رحمة، هي الخليفة، ما في واحد مثل الثاني،
جيبوا له الخليفه يلي بحمص، جيبوا له الخليفه يلي طلع ارواح. يا اخي ما نحن عم نعطيك مصاري، شو عم تعمل؟ قال له انت امنتني، بس الله امنني عليهم قبل اهلي وقبل عائلتي، بدي روح شوف مين في جوعان، مين في فقير، مين في هيك، مين في هيك. انا هلا اثني عايشه معهم يلي هون سوريين، عم تروح تاخذي لهم اكل؟ ببطلوا يرجعوا على سوريا، حاج تاخذي لهم اكل وثياب وصرامه. ما فيني اقول لكم مين بيشوفني على الطريق ومين بيعطيني ومين بيجيب لي الاكل. خلص مني وحده، مين مريم ومين مروان، ومع بعضنا ايد بايد، ما تروح بعيد. تعوا على دوما، تعوا على بيروت، بيوت بيوت ببيروت، يا بيتي ويا بويتيتي ويا مستر لي عوي بيتي، فيك بيقول وفيك بشرب وفيك ضب جريتي. فرشخنا ضيع اسمك، فرشخنا. بدنا نغير الاسماء، عشان هيك بالمعموديه بالوضوء الاكبر بكلهم بحطوا اسماء والوان تناغم مع العيله ومع الجيران ومع الفصل اللي نحن معه. هيدا الفصول وهيدا الفصول. أخبركم أنا بحب الخبز، بحب أكل الصيامة يلي هو ما في مواد حيوانية أبدا، وبحب الشوكولا وهيدي منا شوكولا. اسألوا محمد كيلان، ما بتصدقوا إنه مش شوكولا، ما بتصدقوا إنه هيدا مش سكر وهيدا مش جبنة. خبز وجبنة ما بيعجبني، خبز وزيتون أحلى ما يكون. على السطرة على طول في زعتر وفي زيتون، في خبز، في منقوشة نقشبندية، بس هلا الخبز كله كل شيء ما بقى تصدقوا حدا. غير النية، صف النية ونام حد الحي. A thought is a destiny. القدر هو بالفكر، فكر كاتر ماكر ماهر، ما فيني أخبركم يعني. اسأل حالي مريم جوعانة أو ضجرانة؟ لا جوعانة ولا ضجرانة، بس هيك ضايعة ما بعرف. لا برجع بقعد بتنفس بذكر الحسنات. يا حبيب قلبي عدد الحسنات لا تعد ولا تحصى. ليش في ناس بتحسدنا لأنه عم نمشي عم نتنفس؟ كل شوف الحسنات، شوف كل شيء بالبيت مش عايزينه. مع السلامة مع السلامة مع السلامة، رح يكون عندنا أحلى بيت بدونه. في كتاب، في إنسان بخدمتكم ليل نهار، جمعة سبت أحد ما بيطلع من دومه. أربع خمس أيام بيجي بيقعد هون ساعة ساعتين هيك بشوفه، حط له الكتب بحكي أنا وياه. يا حبيب قلبي برتاح، ما بدي اتكل على انسان، اتكل على الانسان اللي فينا. مشان هيك بدنا جماعه، وين ما كان في جماعه الا بامه العرب. خلص يكون معنا 10 15 شخص مبيل بالمليارات وما بدنا اياهم. منعيش بالفصول حسب الفصل، ومناكل مثل الطبيعه. مش عايشين تناكل، مناكل تنعيش. إذا شو بدنا نقول؟ ما في كلام، ما في كلام، ما في وصف. يا حبيب قلبي الكتب توصلكم، بس بعتولي إيميل. ما حدا بيبعت لي إيميل ما بتصدقوا، نادرا واحد أو اثنين أو ثلاثة. هو بدك سرسرة ما برد. صلي لك بدعي لي، بعتي لي تذكرة أبعت لك بي معه سرطان، أنا بحبه كثير لبي وبدعي له. جهل يا حرام ضحية. فإذا انتهت نحط هالعلم بالمدارس، مثل برا عم تتسكر المدارس، عم بيعلموا علم أبدان وأديان، العلم علمان أبدان وأديان. ما له علاقة لا بالإسلام ولا بالمسيحية ولا شيء، هذا علم. علم تتعرف على هالجسد. ليش خمسة؟ ليش ستة؟ ليش 32؟ 32 شو هالبريس بتاعت الحق؟ مريم عيونك ما بيرقوا، ما بس اللي شفته. ليش بترف العين؟ لأنه خايفين، عندنا خوف من الكلى.
بسلم اوقات على الناس بالله هيك هيك عندك مرض شو عرفت؟ I'm paid to spread it in Lebanon. ينشوا امراض كثير بلبنان وما فعلهم تيعملوها بناء خاص الشحادين ومش ولادها ما تعطوا اي شحاد مش اشحد واشحد. ايه بنعطيها هيك والله بيرد علينا اياها. شايف كلمات انت عم تفسر الله عز وجل؟ صدق الله العظيم، صدق الله الجليل، صدق انك انت اقوى من الله. ايه انك سالت انه نكون ايد بايد. قالت له دادي انت مسك لي ايدي. قال لها لا انا بمسكك انت كلك. قالت له لا ايدك اكبر من ايدي، مسك لي ايدي. اذا انا مسكتك بفلتك. عجب كيف الاطفال بتحكي هاي. راح على المدرسه اجا اول يوم قالت له امه كيف المدرسه؟ قال لها ما خلصت، قال بدنا نيجي بكره. لازم نكتب على السطر انا احب المعلمه. كل المدارس ضحيه. رجال الدين هن المظلومين يا اخو. هيك تعلموا هيك امهم اول صبي هيدا بيروح على الدار. أول بنات كمان تعمل راهبة. حلوة الرهبنة بس لا رهبنة مثل ما عم بتشوفوها، هي ترهيب مش ترغيب. كلنا ضحية. الأسوارة والعقد وكله كله اصطناعي جايبته. أنا بيتي ما بقى في زريعة، كلها اصطناعي وما فيكم تعرفوا الفرق. مشان هيك قلت له مين ما بيقعد بهالبيت ما بيصغي. ما بقى فيكم تشوفوا، صارت ما في تدوس الانسان كمان سيليكون، بيتزا سيليكون، المطعم سيليكون، كله تيابك سيليكون. هلا بتلاقوا تحت العينين عند الاولاد هون اسود. لا 12 سنه بعد مش فتحتوا ايه شو عرفي؟ هيدا ليش اصلا؟ ليش شعركم هيك هون شلتوهم؟ هيك طلعت الموضة. شو هالشر؟ نقطة موضة. صار الشر إذا ما في شر ما في خير. أي كتاب لمريم صدقة وزعوا للناس ما تبيعوه. بيع كتبة لقيت ولاد عنده ماتوا بالسرطان. بس صار عندي بنيتين. كل التلفزيونات سكروها، كل وسائل إعلامنا مين بيجيب دعاية؟ هيدا عارة. بدك تعمل دعاية بدك تعمل لك صوته شو حلو. كل يلي أصواتهم حلوة ما راحوا فيروز، ما راح يدرسي ولا وديع الصافي ولا هالناس يلي عندهم علم وعندهم فهم وهيك وهيك. بأمريكا شو مش عم بيصير؟ ما بيفوتوا عرب ابدا. كلنا عم يزرعوا السلام عليكم شالوم شالوم. فاذا نحن اخوه كل، نحن اخوه بالروح مش اخوات شو؟ اخوه بالروح الجسد. اذا هيدا مريض لاني انا مريضه عدو حده ساعدوه شو بيقدر ياكل يمضوا. إذا ما قدر يمضوا اسمه كوكو أنا بمضغهم حطهم بيتموا. بكل سؤال حل، بكل جواب بالقلب. والكتاب موجود بس بدنا نقرأ. اقرأ أيها العربي. واحد بالمليون من اليهودي حاكم العالم. شفتوا كيف عم بيركبوا بني ادم هلا؟ المنيحه بيخلوها عندهم وهيديك بيبعتوها لامه العرب. استخدم الاله، هيدي اله بس انت ايه؟ هاي فاره، فاره هيدي غير هاي. لبسانه بتطلع اذا في حدا ما بقى تاخذ ولادها. عشان هيك رمز المسيح بجنينة الحيوانات، مملكة الحيوانات، لأنه أرحم. رحمتك وسعت كل شيء.
هلا العيش الرحيم، الموت الرحيم، موت الموت يا حبيبي. كتب مريم بالعربي، مش مريم عم تكتب ولا مريم عم تحكي. ماني نايم امبارح ابدا، وقبل وقبل اللي 3 ايام عندي عشق انه اسرار كبيرة مع مروان عبود ما بتنحكى يا حبيب قلبي. بقعد انا هيك على جنب دقيقتين ثلاثة خمسة، في كلام ما في كلام. قلت له هيك قلت وهيك شفت، قلت عشان هيك دايما فتشوا على القديسين، كلنا مستنيرين وقديس مش نجاسي ودناسي، موجودين بالأطفال بالكبار يا حبيب قلبي. جودة سعيد يا حبيبي، أنا سوريا ولبنان والأردن وعمان يا حبيبي، على الكوفة وعلى البصرة. أمرني يا رسول الله، اجعلني أميرا على البصرة. قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. شو هالشعر، شو هالمشاعر، شو هالإحساس والحدس لأني أسرى بعبده إسراء المعراج. اليوم مدري من كم سنة، الحضرة كانت الساعة 7 الصبح، أنا سكرت ما بعرف شو رقم نسيت، بس ببعثكم إياها يلي ما بعثتلكم إياها. 1148 كيف فينا نحكي هالكلام؟ هاي من زمان وزمان، نروح على الخنشارة على المختارة مطرح اللي أنطونس عادة وحدها وربعها بدوما. ليش سموا دوما بسوريا؟ بتعرفوا القصة يا حبيبي مروان؟ ما في حكاية ما بيعرفها، ما في قصة ما بيعرفها، من هو صغير جايبها معه. لا تضربوا له الصبي، كله يقولوا اتركوه. في ناس حطوا إدغار كيسي، جاري ديفيس، محمد كيلاني، هيك كتار موجودين. التايت يقول تم المكارم الأخلاق، والإنسان بدون أخلاق ليس إنساناً على الإطلاق. شو معه شهادات هيدا؟ قال له هيدا شو معه جاي يبيع المستشفى؟ قال له معه مصاري. قال له إيه خليكم، يلا قريباً رح يكون سوا جسدياً فكرياً روحياً. وأهلا وسهلا فيكم عدوما الدوام في كل مكان، الحي مع الحي رحمته ووسعت كل شيء يا حبيبي، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. سبحان الباقي بالحي أو سبحان الحي الباقي، أنت اختار، أنت شو بدك، لك الخيار أيها المصطفى المختار. أمك قد ما بدك، أمنا الأرض وعمتنا النحلة، هيدي هدية. قال لها هدية من أمي. قالت واني أمك؟ لا بالبال، دا عمرها أمك 12 سنة وانت دا عمرها 12 سنة كيف هيك مجنون انت؟ قال لا بس انا خلقت صارت امي ام، وتحت اجرين الام هي الجنة. هودي جبت اللي كيهو من الشجرة ومن التراب باتش ادمس يا حبيبي، تعي قال لي منعيش سوا. ما انا عشت مع ابن الاغنياء يعني، كل واحد تشيكه ومضى وجيت لهون واعطي الكلمة. احنا شفت لا عودة نلتقى اللي يحمك في سلطان مخطط، نعيش الأسرار اللي فينا الخفايا، سر الأسرار ثورة، هيدي السر الداخلية. وجع كل الأم العربية، ما تخافوا ماشي بشي، ما بدي حدا لا تقطعوا لي تذكرة ولا شيء أبدا،
صادق الله بيرزق الصدقة مثل ما قال لنا ستنا عائشة. طلعنا برا مصادقة أجل بتعرفوا القصة. بشكركم نحن متواصلين بالشكر تدوم النعم يدوم النعم يا حبيبي يا نغمة الله يا نعمة الله عبدك سامحوني.